بلغني أيها الطالب السعيد ذو العقل الرشيد والشكوى والتعديد أن للمذاكرة فنون ماكرة، وهذا ما قاله صاحبنا عبد الحليم عن قواعد التعليم السليم. طيار يسكت ما يسكتش، ماشي وبيتحرك وما فيش حاجة بتقف في صعوده، إلا أن الحركة دي ما بقتش تقلقنا بعد قانون أوم. أنا عرفت من أوم أن أنا عشان أتحكم في الطيار كويس لازم أنا أحط له مقاومات، إلا أنه برضو الحاجات دي لازم أنا أعرف أحط كل مقاومة قد إيه وأحطها فين. طب والعمل؟ العمل يا سيدي في التوصيل، توصيل المقاومات بتاعتنا. توصيل ازاي؟ طيب توصيل المقاومات ببساطة هو علشان اتحكم في التيار اللي بيمر، هل اوصل المقاومات دي على التوالي يعني ورا بعض في سلك واحد، المقاومة الكلية هتبقى مجموع المقاومات دي، لكن بقى لو وصلتهم على التوازي المقاومة الكلية هتبقى مجموع المقاومات دي على عدد التفرعات دي، على عدد فروع التوازي دي. وبكده قدرنا بعملية توصيل بسيطة اننا نتحكم في التيار اللي بيمر، سواء عايزه كبير او عايزه صغير، الا ان كل حاجة من الحاجات دي طلعت لها مزايا وعيوب. في التوصيل بتاع التوازي قالك ان لو في مقاومة اتحرقت في التوصيل على التوالي فكده الدائرة بقت مفتوحة، الطيار مش هيمر، مفيش حاجة من المقاومات اللي بعدها تشتغل لانه الطيار ببساطة مش هيوصل لها. قالك ان لو في طيار كبير ودخل هجم على الدائرة وقعد يولع في المقاومات مش عارف اوقفه، هيتنقل من دي لدي 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 وكده البيت كله بتاعنا ولع. انما بقى لو موصل بتاع التوازي فالمقاومات بتاعتي كل مقاومة ماشية مع حالها، دي اتحرقت اتقطعت ملهاش دعوة بالمقاومات التانية، بيخش في كل مقاومة طيار صغير لان الطيار بيتقسم على عدد الفروع، في حين ان في المثل التوالي زي ما قلنا ان الطيار كلي بيعدي في كل المقاومات ورا بعض. فتوصيل التوازي بكل كل فرع طيار مختلف عن الفرع التاني الا لو كانت المقاومات متشابهة، فكل طيار من الطيارات اللي في الفروع دي هيبقى متشابه. وبكده نكون عرفنا ازاي نتحكم في الطيار ده وفي الجهد علشان نعرف هنمشي طيار قد ايه في كل مقاومة علشان ما نحرقش البيت ونولع في كل الاجهزة والحر داخل علينا. مقاومات ماشية حلوة وزي الفل لحد ما ربنا كرمنا بالتقدم التكنولوجي اللي احنا فيه ده والدوائر الكهربية بقت معقدة شوية، بقى في كل دايرة يجي 300 تفرع و200 مصدر جهد و500 مقاومة، فقانون أوم مش هيعرف يأدي معانا بنفس الطريقة. فطلع لنا في البخت المستعجل عمنا كيرشوف بتاع الأحجام العائلية لأنه بيتعامل مع تفرعات كتير، والراجل مشكورا بسط لنا العملية كلها في قانونين، قانون للطيار وقانون للجهد. قانون الطيار بيقول لك إن مجموع الطيارات داخل نقطة في لحظة معينة بيساوي صفر، نقطة تفرع يعني الطيار اللي داخل بيساوي الطيار اللي خارج، أصل الطيار اللي دخل ما قعدش ولا حتى خد الواجب ولا شرب شاي، جه ومشي، أول ما دخل خرج من الناحية التاني، يبقى مجموع الطيارات في النقطة دي بيساوي صفر. اصله ما عادش مش موجود، وبالتالي هنلاقي ان اللي داخل بيساوي اللي خارج، فاللي خارج لو طلع منه مثلا في 3 تفرعات طيار اتوزع على 3 تفرعات دي اللي هو طيار 1 وطيار 2 وطيار 3 والطيار الاصلي، يبقى الطيار الاصلي بيساوي مجموع الثلاثه دول. لو انا جيت بقى جمعتهم مع بعض في ناحيه واحده في طرف واحد من المعادله، فاحنا هناخد دول نوديهم بعكس اشارتهم، يبقى الطرف الثاني بقى فيه ايه؟ صفر. رياضه من بتاع اعدادي. بس ادي القانون الاول، يبقى اللي داخل بيساوي اللي خارج. القانون التاني بيقول لك ان مجموع الجهود في مسار مغلق بيساوي الصفر برضه. ياض الصفر اللي احنا فيه ازاي يا عم الحاج؟ انت بتاخد اي مسار مغلق في الدايره وتشوف عدد المقاومات اللي فيه، فكل فروق الجهد بين طرفين اي مقاومه موجوده عندك، ما هو المقاومه اللي عندك دي بيبقى بين طرفينها فرق جهد، لو كنت مش عارف يعني المعلومه الحلوه دي، فرق الجهد ده زائد فرق الجهد بتاع المقاومه التانية زائد فرق الجهد بتاع المقاومه الثالثه زائد بقى قدره البطاريه اللي هو فرق الجهد الاساسي، كل المجاميع دي لازم تساوي صفر. وعلى حسب ما تاخد انت بقى، عايز تمشي مع عقرب الساعة وتاخد المقاومات بالموجب والبطارية بالسالب، عايز تمشي في الاتجاه التاني وتاخد البطارية بالموجب والمقاومات بالسالب، واهم حاجة تعرف ان اللي هيوصل له الطيار الاول، الطرف اللي هيوصل له الطيار الاول بناخده باشارته، بياخد الاشارة الموجب. وكده نكون كيرشوف حللنا المشكلة بتاع التفرعات الكتير، كده قدرنا نتحكم في الالكترونات ونعرف نوزع الطيارات المناسبة لكل مقاومة علشان نعرف نعيش في تبات ونبات ونشتري تلفزيونات ولابات ونشغل نت وشات ونقضي مع بعض احلى الاوقات. الا ان الالكترونات اللي عينا مسكتتش، في عالم اسمه اورستد كده كان رايح يدي محاضرة وصل طيار كهربي وكان في جنبيه بوصلة بالصدفة، البوصلة قعدت ترقص. يا دي الليلة الزرقاء اللي زي كل الصباع. في ايه يا جدعان؟ البوصلة بترقص، ساب المحاضرة وساب الدنيا واللي فيه، في ايه بترقص ليه البوصلة؟ نهاية العالم الايام قامت ولا ايه؟ فتفتكروا اورستد عمل ايه؟ ولكن وإلى هنا
أدرك صاحبنا الكفاح فسكت عن الكلام المباح، وحتى موعد علم جديد ابقوا على العلم الرشيد والكفاح المجيد والسلام.